السلام عليكم يا طلبة، بوريكم على السريع الهومورك الخاص بمحاضرة اليوم. كيف نكتب برنامج مين وندير له باس باراميتر وندخل له مدخل يطبع لي عن طريق الكوماند لاين. أول حاجة تخش على المجلد اللي يحتوي على شنو المشروع أو بتاع الكود بلوكس بتاعكم. تمام، أنا مدير هنا بفيجوال ستوديو كود، ممكن نفس الفكرة. تمام، المجلد هذا طبعا يحتوي على برنامج بتاعي مين، هذا برنامج مدير بفيجوال ستوديو كود، بدنا ندير له نضيف له باراميتر نضيف له مدخل يطبع لي كيف ما هو بدون الرجوع الى السورس كود. تمام، اول حاجه بك عشان تخش على المجلد او المسار بتاعك اللي يحتوي على البرنامج بتاعك وتكتب فوق شنو، تكتب سي ام دي وديروا انتر. باي هتفتحكم نافذه الكوماند برومت، هذه نافذه السلود نفس نظام الدوس. هتكتب البرنامج بتاعك، في الحاله انا برنامجي مين، تكتب مين دوت اكس اي او حتى مين. باي هنكتبوها مين ودير سبيس والباراميتر بتاعي بندخل اي قيمة معينة، بس في الحالة هذه ضروري اقل حاجة الكلمة تدخلوها كلمة واحدة مش مفيهاش فراغات. هنكتب مثلا 7، فهيطبع لي برنامج يقول لي يو هاف انسيرتد رقم 7، او مش شرط رقم حتى تكتب حتى نص، مثلا نكتب مثلا احمد يقول لي شنو يو هاف انسيرتد احمد. طبعا الميزه في البرنامج هذا عندي داله مين جوا في البرنامج ادز لها باس باي باراميتر القيمه هذه احمد فاطمه لنا. هنديكم اول حاجه دير كومبايل ران البرنامج هذا مين او سموا بها تسميه تناسبكم، وتخشوا على السي ام دي وبعدين شنو تكتبوا المدخل بتاعنا. تمام، بنعطيكم مثال، لو كتبت احمد علي شنو حيطلع احمد بس لقدام، تو نعرف ناخذ مصفوفات ونيك كيف خليه يكتب لي احمد علي كامله. مبدئيا بس بيقول تدير مين مين دوت حتى اكس اي سواء مين او اكس اي عادي، وبعدين دينا مثلا اخر قيمه مثلا نقول هي كم 2022، دينا ران يقول لك يو هاف انسرت 22. طبعا يو هاف انسرت هذه مبرمجها انا بالبرنامج، والمدخل بتاعنا شنو يطبع لنا المدخل اللي يجي بعد المين هو 2022. تمام شباب، اللي عنده اشكاليه يتواصل معي على المنصه على النقاشات، وإن شاء الله تسلموا الهومورك هذا، باي، موفقين إن شاء الله.